مساحات شاسعة في السودان خرجت من دائرة الإنتاج الزراعي هذا العام بسبب الحرب التي ألقت بظلالها على تحضيرات المزارعين، فاتساع رقعة المعارك ساهم في انتقال معظم المزارعين إلى المناطق الآمنة في ظل مخاوف من تأثيرات الحرب المتزايدة. السنة دي ما في تمويل، ما في زراعة، الناس هجرت الجزيرة، جميع القرى بقت فاضية، ما في ناس، ما في ناس، دعامة خشة ما خلوا محل، محل ما خلوها، المحلة بقت فاضية. يعني بيزرعوا العيش، بيزرعوا القمح، بيزرعوا الفول، بيزرعوا في جميع المحاصيل النقدية الحال شغالين، لكن بقت هسه ما في، الناس كلها هجرت. تمشي وين؟ تمشي المناطق الآمنة زي القضارف وتمشي المناقل، لكن ما في زول بيقدر يمشي يحضر له وطا ولا يحضر. وتناقصت المساحات المستهدفة بالزراعة هذا العام بشكل كبير نتيجة الأوضاع الأمنية، فقد توقفت عجلة الإنتاج عن الدوران في مساحات كبيرة من ولايات دارفور والجزيرة وسنار والنيل الأبيض، ليصبح التعويل على ولاية القضارف المستحوذة على أكبر مساحات الري المطري بالسودان لتغطية العجز في الإنتاج. دايرين نزرع نحن في الموسم ده حسب الخطة التأشيرية حقتنا 35 مليون فدان، وساعين فيها سعي كبير جدا جدا، إن شاء الله نزرع أكبر مساحة منها. الدنيا حرب، نحن ما في نزهة، نحن في حرب، والناس يعلموا تماما الحرب مقصود منها الآن السيطرة على مناطق الإنتاج، استولاء على الجزيرة سنار، إغلاق طريق سنار ربك، ده طريق خطير جدا، بنقول التقاوي اللي النيل الأبيض وكردفان ودارفور. ومن جملة 8 ملايين فدان خصصتها ولاية القضارف للزراعة، تقول حكومة الولاية إنها ستخصص 5 ملايين فدان لزراعة الذرة. رغم التقارير التي تتحدث عن نقص الغذاء في البلاد، إلا أن وزارة الزراعة تؤكد قدرتها على تأمين المخزون الاستراتيجي من الغذاء. وكان المزارعون قد واجهوا قبيل بدء الموسم الزراعي أزمة تمويل حادة، تضاف إليها مخاوف المزارعين من تمدد الحرب نحو مناطق الإنتاج الزراعي. لقناة اليوم، محمد العبادي، بورت سودان.